أنا اسمي سمارة بن محمد المهدي، أنا في المدرسة المصرية اللبنانية 2 بالعاشر، لسه مخلصين امتحانات. أنا واقف في الامتحانات اللي هي سهلة وجاية كلها من المنهج، مجاتش أي حاجة من بره المنهج، وإن شاء الله بتهوكم من المنهج. الناس الشحات بيكون مدرسة مصرية يابانية 2 بالعاشر من رمضان، الامتحان كان سهل جدا. اسمي محمد محمد الشقاوي، أنا المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر، وامتحانات كان سهلة، وأنا رأيي في الامتحانات اللي كانت بسيطة وخدناها في المنهج ونفس نفس الحاجات في المنهج. أنا اسمي يوسف أحمد ربيع، المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر من رمضان جريد 4، وإحنا لسه من شوية مخلصين الامتحانات، ورأيي في الامتحانات إن هي سهلة ومناسبة وكل حاجة جاية من المنهج. أنا اسمي محمد رامي، أنا جريد 4، المدرسة بتاعتي المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر، اللي هي في الامتحانات كلها جاية من المناهج بتاعتنا، وإن شاء الله كلنا نجيب الفول مار. من المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر من رمضان، احنا ذاكرنا ولسه نازلين من الامتحانات دلوقتي، وربنا يوفقنا وان شاء الله نكسب الدرجة النهائية. انا اسمي نينا عايزة في المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر من رمضان في جريد 4، والامتحانات كانت سهلة وبسيطة، وأصلا هي موجودة في المنهج والامتحانات واخدينها من المنهج، ورأيي إن هي يعني شوية كده. اسمي فريد أحمد عبد العظيم، أنا من جريد 4، والمدرسة اللي أنا يعني فيها يعني المصرية، المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر، وأنا إحنا خلصنا الامتحانات، ورأيي في الامتحانات اللي هي كانت سهلة ويعني بالنسبة لينا. أنا اسمي أروى عصام إبراهيم، في المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر جريد 4، والامتحانات كانت سهلة والحمد لله، وكانت كلها جاية من المنهج ودمرنا المجال. اسمي جناد، من المدرسة المصرية اليابانية 2 بالعاشر من رمضان جريد 4، أنا ده آخر يوم امتحان، رأيي في الامتحانات إنها سهلة وكل حاجة جاية من المنهج، وأتمنى بالتوفيق ليا أو لأي حد.